أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم رسم الكائنات الحية مع الإقرار بأن الله هو الخالق بيده الروح، وأن الراسم ليس بيده شيء، وإنما يفعل ذلك لحبه للرسم؟ الله نهاك عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاك. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. الله نهاك عن هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير. فواجبك أن تمتثل وأن تترك تصوير ذوات الأرواح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.